بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من بين التساؤلات الكثيرة أو التي كثرت في هذه الأونة عن تزهير الأشجار المثمرة وبالتحديد شجرة الرمان، هي ما سبب تساقط الأزهار بهذه الغزارة من دون معرفة الأسباب الحقيقية؟ ولعل الردود أو بعض الردود التي وردتني عن هذه الأسئلة أو التساؤلات هي كالتالي: السقي الغير المنضبط، نقص العناصر في التربة، التغيرات والرطوبة، وفرق درجات الحرارة، فرق درجات الحرارة الكبير. وجوابي هو: قد يكون كل هذا من الأسباب، لكن بنسبة ضئيلة جدا، قد لا تتعدى 5%. وتبقى هذه الأسباب أسباب غير مباشرة. وفي المقابل أقول أنه هناك أسباب مباشرة محددة، والموضوع دائما عن الإزهار عند أشجار الرمان. إذا سيكون تدخلي في هذا الموضوع على الشكل التالي: توضيح ثم سؤال أو أسئلة، وفي الأخير الإجابة عن هذه الأسئلة أو التساؤلات كحلول بحول الله. إذا نبدأ أولا بالتوضيح. الإزهار في الأنواع المثمرة من الأشجار تنقسم إلى قسمين: أزهار تحمل الجنسين معا، جزء ذكري وجزء أنثوي، وهذا عام تقريبا في كل الأشجار المثمرة، حيث أنها تلقح نفسها بنفسها، أي أن الزهرة تلقح جزء المبيض المتواجد بها بواسطة الجزء الذكري الذي يطلق الطلع ويتوسع ليلقح الشجرة على الوجه العام. هنا نتحدث عن أنواع التلقيح، وسيكون لنا توسيع في هذا الموضوع في القادم عندما نتحدث عن شجرة الزيتون. ما أريد منكم معرفته هو أن شجرة الرمان لديها وعديد من الأشجار المثمرة نوعين من الأزهار، نوع قلنا عليه أنه به جزئين: جزء ذكري يحتوي حبوب الطلع وكذا على مبيض، عند التلقيح ينمو المبيض ويتحول إلى ثمرة. هذه مراحل معروفة. ولكن إلى جانب هذا النوع، هناك نوع من الأزهار نسميه ذكري، يحتوي على الجزء الذكري فقط لا غير، هذا عند أزهار الرمان، ودوره يقتصر على إطلاق حبوب الطلع فقط، ومن ثم تنتهي مهمتها وتسقط ولن تتحول على الإطلاق إلى ثمار. هذا ما يخص التوضيح، وبعده سننتقل إلى السؤال الذي يتوجب طرحه، وهو السؤال المهم، وستكون الإجابة عنه في القادم إلى جانب معلومات مهمة أخرى بحول الله، وهو: لما تغلب هذه الأزهار الذكرية على مثيلاتها الأنثوية المثمرة؟ وهل من سبيل لتجاوز هذه الإشكالية؟ هذه الأزهارات ذكرية، 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 هذه أزهارات سقط الطح. أنثوية.
أنثوية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.